يهتم لهذه الأمور التافهة من وجهة نظره. يذكر أن الرئيس ماكرون زار بالأمس إحدى المدارس الفرنسية، ولكن ما حدث معه كان صادم. لقد دخل إحدى المدارس وأخذ يضحك ويداعب بعض الأطفال، ولكن من سوء حظه أن من بين هؤلاء الأطفال كانت هناك طفلة مسلمة من أصول أفريقية. فبينما هو يضحك مع أطفال المدرسة، وإذا بالطفلة المسلمة تقول له: أنت من أساء للإسلام، أليس كذلك؟ فحاول الرئيس ماكرون الهروب من سؤال الطفلة المسلمة، فقال لها: أنت جميلة جدا، ما اسمك؟ فقالت له الطفلة: أنا لا أحبك، أبغضك كثيرا. فقال لها الرئيس ماكرون: وأنا أحبك. ثم ضحك وضحك جميع الحاضرين. فقالت له الطفلة: رسول الإسلام لم يسيء لك، لماذا أسأت له؟ أنت أسأت للنبي لأنه ميت الآن، لو كان على قيد الحياة لا تستطيع الإساءة له. وللمرة الثانية يهرب الرئيس ماكرون من الرد على الطفلة المسلمة.